كلكم سعيدة. السنة دي أكتر سنة حسيت فيها بقيمة مصر أكتوبر. السنة دي غير. السنة دي أكتر سنة حسيت فيها بمقدار قوته، بنتائجه اللي احنا عايشين بيها لحد اللحظة دي. فهمت معنى قيمة نصر أكتوبر. أنا ما عشتش نصر أكتوبر، وفي أجيال كتيرة من بعدي ما عشتش نصر أكتوبر، وما تعرفش عنه حاجة أكتر من اللي بتقراه في كتب التاريخ في المدرسة أو بتشوفه في البرامج أو في الأفلام والأغاني. عشان كده دايماً كنت بقول لحضراتكم الفن ذاكرة الأمة، اللي فعلاً عرف يكثف ويوثق الملاحم بتاعت حرب أكتوبر ويحولها لقصص تبقى عايشة في وجداننا، والأغاني كل ما نسمعها جسمنا أشعر وقلبنا يرفرف معاها كده وإحنا بنقولها. لكن ما نعرفش عنه أكتر من ده. اللي عارف قيمة النصر حقيقي هو اللي عاش النكسة وغنى عدى النهار وسمع وبلدنا على الترع بتغسل شعرها، جاها نهار ما قدرش يدفع مهرها. بصوا قساوة الجملة اللي كتبها العظيم الأبنودي. يعرف قيمة النصر أهالي بورسعيد ومدن القناة اللي تهجروا وسابوا بلدهم اللي بيعشقوا ترابها وراحوا محافظات تانية وسابوا حالهم ومالهم، بس كانوا عارفين ومتأكدين إن هم راجعين. عارفين دول فاهمين قيمة النصر وقيمة العبور. يعرف قيمة النصر الأجيال اللي كانت كبيرة في السن وقت حرب أكتوبر وكانت متمسكة بالحياة لحد ما تشوف لحظة النصر، أو الناس الناضجة في منتصف العمر اللي كتبت وأرخت وحكت وخلت لنا ده عبرة لينا لكل الأجيال، أو الشباب الصغير اللي كان فرحان بساعة النصر ساعتها واستلهم منه قوة علشان يبني بيها مستقبله. لكن الباقي ما يعرفش إيه هو نصر أكتوبر. بس زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي، السنة دي غير. السنة دي حاسة أن ناس كتيرة زيها زي حاسة بمعنى نصر أكتوبر بشكل مختلف، حاسة بقيمة نضال الشعب وبقيمة قوة الجيش. جيش بلدك على فكرة اللي تصنيفه دلوقتي 15 على العالم، وهم تصنيفهم 17 على العالم. حاسين بمعنى سفارات الإنذار والتهجير وقيمة حرب الاستنزاف وقيمة قناة السويس من ساعة ما اتحفرت من مئات السنين والدم اللي راح فيها لحد تأميمها لحد اللحظة دي. مش قيمتها المادية، لا، قيمتها بالنسبة لمصر واستهداف العالم لمصر بسبب قناة السويس. قيمة حاجات كتيرة قوي، قيمة اتخاذ القرار، قرار الحرب، لحظة العبور، إزالة الستر الترابي، تحطيم خط بارليف، كل ده حاسين وحقيقي وشايفينه دلوقتي. حاسين مرؤة الجيش. أكتر مرة حسيت فيها يعني إيه مرؤة الجيش، وأنا عارفة أنا بستخدم التعبير ده وأقصده مرؤة الجيش، وكأن لي أب على الجبهة أو أخ على الجبهة أو زوج على الجبهة أو ابن على الجبهة. حاسة بكسرة قلب كل أم شهيد وحزن كل زوجة شهيد ويطم كل بنت شهيد الممزوجين بالفخر اللي إحنا بسببهم عايشين في أمان لحد اللحظة دي. أكتر سنة حسيت فيها يعني إيه جيشك هو ظهرك وسندك، يعني إيه كلمة فخر اللي كنت بكتبها في مواضيع التعبير وأنا صغيرة وإحنا بنكتب مواضيع عن حرب أكتوبر مجرد كلام إنشاء، يعني إيه أرض ويعني إيه وطن. حسب كل ده مع كل صاروخ وكل نزوح وكل دمار وكل خراب وكل اشتعال في بلاد جيراننا اللي بتدمي قلوبنا وبتكسر في روحنا، حسب قيمة نصر أكتوبر واللي حصل في وسط كل اللي بيحصل. حاسه بقيمه جيشي وبقيمه ارضي وبقيمه سياده بلدي وبقيمه سياستي الخارجيه وبقيمه اتزان مصر. حاسه بقيمه شعب مصر اللي ما تفتتش وما قبلش انه يتفتت على مدار السنين رغم كل المحاولات لتفتيته بفتن طائفيه. لا بقى في محاصصات ولا في مصالح ولا ميليشيات ولا جماعات ولا قبليه ولا صراعات، شعب واحد في ظهر جيشه وجيشه في ظهره. حاسه بقيمه انك تنام مطمن وانت عارف ان في اللي بيحميك، وتقوم وانت رافع راسك علشان بلدك راسها ما تتحنيش ودراعها ما يتلويش. حاسه في وسط كل اللي بيحصل بقيمه تحيه العالم اللي كنا بنقولها واحنا صغيرين، تحيا جمهوريه مصر العربيه. وعرفت، كنت دايما اقول لحضراتكم لما بسمع السلام الجمهوري عيني بتدمع. عرفت دلوقتي ليه كانت عيني بتدمع. حاسه بقيمه اللي اتدفع قد ايه كان غالي علشان المدفوع فيه كان غالي، قيمه ذره تراب بلدي وقيمه كرامه بلدي. حاسه بقد إيه نخوة الشعب المصري على مدار السنين، الوارثة على مدار السنين متورثة في جيناته، عاش النخوة دي والوقفة دي مع جيشه وقت الحرب، والنخوة اللي موجودة دلوقتي اللي مستحمل وواقف وصامد رغم ضيق الحال وفي ظهر بلده وفي ظهر جيشه ومرؤة جيش بلدي اللي برضه متوارثة عبر السنين. عارفة قد إيه بلدي مرصودة، بس جزء كبير من عظمة بلدي في إدارتها وتعاملها مع الرصد ده. حاسة وكأني بسمع أم كلثوم وهي بتقول على باب مصر تدق الأكف ويعلو ويعلو الضجيج.
رياح تصور وجبال تدور بحار تهيج، وكل تساءل في دهشة أين وكيف وما أين إذن؟ أمعجزة ما لها أنبياء؟ أدورة أرض بغير فضاء؟ أنا الشعب لا أعرف المستحيلة ولا أرتضي بالخلود بديلة. عشان كده على قد ما قلبنا موجوع وعلى قد ما قلبك يكون موجوع على جيرانك، على قد ما تكون فخور بمكانتك ومكانك. كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة وإحنا عايشين في رحاب نصر أكتوبر. خلوني أبدأ مع حضراتكم فقرتنا الإخبارية، طبعا اللي هتكون كلها في سياق الاحتفال بحرب أكتوبر. الرئيس السيسي أكد أن نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ورمزا لشموخها وعزتها. وأضاف الرئيس على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك في مثل هذا اليوم: سطر رجال العسكرية المصرية وقادتها أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة، وضربوا المثل العظيم بمساندة شعب أعظم في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها. بالفعل التلاحم ده هو الحصن المنيع اللي حمانا وبيحمينا وهيفضل يحمينا. أيضا في نفس السياق، السيادة انتصار السيسي بتوجه التحية في حرب أكتوبر. وجهت السيادة انتصار السيسي التهنئة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وقالت على صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك في ذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد: أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة. وأضافت قائلة: نحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة، صنعوا رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله. كل التحية لأبطالنا وشهدائنا الأبرار ولشعبنا العظيم الذي يقف دائما سندا لجيشه. في نفس السياق أيضا الاحتفالي بانتصار ذكرى انتصار أكتوبر 51، نيافة الأنباء الأرمية يهنئ الشعب المصري وفخامة الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر. نيافة الحبر الجليل الأنباء الأرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وجه التهنئة بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، وكتب نيافته على الصفحة الرسمية الخاصة به بمنصة الفيسبوك: مبارك شعب مصر، الذكرى 51 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، كل عام وربنا حارس شعب مصر ورئيسها وجيشها دائما. النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر نظمت احتفال بمرور 51 عام على انتصارات أكتوبر بعنوان الاحتفال بذكرى النصر العظيم. سيبقى نصر أكتوبر المجيد نقطة فارقة في تاريخ مصر ورمزا لشموخها وعزتها. في مثل هذا اليوم سطر رجال العسكرية المصرية وقادتها أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء، وضربوا المثل العظيم بمساندة شعب أعظم في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها. وتحتفل مصر بمرور 51 عام على هذا النصر. في هذا السياق تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر احتفال تحت عنوان الاحتفال بذكرى النصر العظيم. خلونا نشوف مزيد من المعلومات في تقرير عمله زميلنا عزيز داود عن هذا الموضوع، ونرجع نستكمل مع حضراتكم. هذه الذكرى العطرة، الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، يسعدني وجودي بينكم في هذا المحفل العلمي الثقافي التاريخي. نحتفل بذكرى عزيزة على قلب كل مصري وأبطالها الذين صنعوا المستحيل. للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر: النصر هو صنع الإنسان صاحب الإرادة والعزيمة والعمل الدؤوب الذي يحول الحلم والمستحيل إلى حقيقة.
وهذا هو سر انتصار أكتوبر. من الدروس المهمة التي أشار إليها أرنولد تويمبي في كتابه تاريخ البشرية، وهو يقول إن التاريخ تصنعه الشعوب الشرسة، لا يوجد تاريخ يصنعه شعب مسالم. ومن الدروس المهمة التي تعلمناها من زمن طويل، التاريخ هو علم صناعة المستقبل. ومن المشكلات التي تؤثر على لحمة هذا الوطن الذاكرة المثقوبة. من ضمن عناصر انتصار أكتوبر المؤلات العليا والأسلحة والذخائر الدقيقة اللي وصلت إلى الجبهة، وكانت القيادة عندها إحساس بهذا إن المؤلات العليا هتكون درع كبير لسند المعركة. إحنا لما كان فيما جنود عائدين من اليمن، كان في جنود عائدين من سيناء بعد النكسة والهزيمة الفظيعة دي، إحنا لما أجيال جديدة دخلنا عليهم وتعايشنا معهم وحكلنا وعملنا، بس هم كانوا عايزين يحاربوا اللحظة قبل بكرة وقبل بعده عشان يرجعوا لبيوتهم، لأن احنا كنا بندخل الجيش ومش عارفين هنخرج امتى. احنا بنحتفل بيوم عظيم وذكرى جميلة، وعلى كل الهيئات والمؤسسات انها تعي ذلك وتعلم أبنائها وشبابها هذا النصر ليظل خالدا ما بقي الزمان. كمؤسسة علمية ومؤسسة تربوية لابد أن احنا نتذكر ما قاله ابن النيل عباس العقاد: وعلموا علمها من ينفعون به، سيان في العلم ذو مال ومفتقروا. فكل مؤسسة سواء البحث العلمي أو النقابات مثل نقابة الأدباء واتحاد كتاب مصر وغيرها أن يعلموا الشباب وأن تتناقل هذه الذكرى الخالدة من جيل إلى جيل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ونستكمل فقرتنا الإخبارية. القوات المسلحة بتنظم معرض فني لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. افتتح اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية، والذي يستمر حتى 13 من أكتوبر. يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. خلونا نروح لخبر كده سعيد برضو، وإحنا بنتكلم عن ذكرى الحرب: نجاح تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة. في ذكرى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، شهد موقع المحطة النووية بالضبعة اليوم بدء أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمالكة والمشغلة لمحطات النووية بمصر. نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع المقاول العام الروسي فعالية هندسية بموقع المحطة النووية بالضبعة لتدشين بدء أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة. معانا على الهاتف دكتور مدحت سلامة، أستاذ الطاقة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية. مساء الخير يا دكتور. كل سنة حضرتك طيب بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر أولا. وانتم طيبين، ودايما مصر بتقدم وخير دايما.
دكتور يعني ايه، عشان طبعا مش كل الناس عارفة يعني ايه نجاح تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة، ده يعني ايه بالنسبة للمحطة، او ده يعني ايه بالنسبة للمشروع؟ يعني ان القيادة السياسية قدرت في الفترة اللي فاتت انها توعدنا ان احنا ان شاء الله يوم 2028 سوف نستلم 4 محطات نووية بقدرة كل واحدة 1200 ميجا وات. قدرنا ان احنا نحط برضو المصيدة السابقة للمفاعل رقم 1 و2 والنهاردة 3 ومنتظرين 4 ان شاء الله، عشان يبقى كده قدرنا ان احنا ننفذ البرنامج. وهذه الوحدة بتمثل يعني 30% من قيمة الأعمال في خلال سنة واحدة بس. هي ايه مصيدة قلب المفاعل؟ يعني نشرح برضو كده ببساطة اذا ممكن. احنا بادئين في خلال 6 شهور في بناء البنية الأساسية الستراكشر للبناء الوحدة. النهاردة بقى احنا بدأنا في اول المصادات اللي هي هيتركب عليها الكور بتاع المفاعل ذات نفسه، اللي هو هيبقى مسؤول عن توليد البخار اللي هيولد الالكتريك كارنت اللي هو هي بالتربينات اللي موجودة. يعني احنا قدرنا ان احنا نحط اول بنية اساسية للمفاعل ذات نفسه. وخلال 6 شهور تانيين هنكون هنقدر نحط الكور بتاع المفاعل، وبعد كده هنبدا بقى في وحدات التربينات وتوليد الكهرباء. خليني اعرف من حضرتك برضو مشروع الضبعه واهميته بالنسبه لمصر. ناس كتيره بتسمع عن مشروع الضبعه ومش مدركه بالظبط مدى اهميه هذا المشروع بالنسبه لمصر. احنا طبعا القياده السياسيه ممثله في وزاره مجلس الوزراء ووزاره الكهرباء قدروا ان هم يغطوا الشبكه بتاعت الكهرباء بس بالوقود الاحفوري والغاز الطبيعي والطاقه الشمسيه، الا ان الطاقه النوويه هتوفر على الوقود بنسبه 50% هتوفر الوقود، فهتخلي اسعار الكهرباء تقل شويه. فوجودها وجود 4800 ميجا وات في هذه المنطقه سوف تؤثر على المسار السياحي والمسار الاقتصادي والمسار الصناعي، حيث انه سوف يكون هناك يعني مناطق صناعيه في الضبعه وفي العلمين وفي مرسى مطروح. وهذا ان دل انما يدل على ان القياده السياسيه بتقول ان تنميه الساحل الشمالي ما تبقاش تنميه سياحيه فقط، انما هي تنميه اقتصاديه للدول الجوار زي ليبيا وزي تونس وشمال افريقيا. دكتور ايه دلاله اختيار النهارده ذكرى 6 أكتوبر يعني لهذا الحدث؟ اكيد ليه يعني دلاله بترمي على انه على قد ما احنا قدرنا نحقق ونصر اكتوبر حقق لنا، الا اننا بنستلهم منه الجديد والجديد للمستقبل يعني. طبعا يعني زي ما حضرتك عارفه دايما القياده السياسيه ممثله في رئيس فتح السيسي والقياده السياسيه بتقول ان تزامنا هذا المشروع القومي العملاق هو اعتبار انه نصر كمثل 6 اكتوبر نصر اكتوبر المجيد. فالنهارده اذا كان من 51 سنه بنتذكر انتصارات اكتوبر وخط بارليف وازاي ان المصريين قدروا ان هم يقوموا بهذا العمل الضخم، الا ان احنا بنقوم بعمل ضخم اخر الا وهو بناء محطه نوويه على مستوى الشرق الاوسط كله في مصر، وهتدخل مصر في تنميه عاليه. احنا يعني بنشكر الشركات الروسيه، شركه تيتان المسؤوله عن الوحده في الوحده الثالثه المحطه الثالثه المفاعل الثالث والرابع، بنشكرهم على ان هم قدروا ان هم في تزامن بسيط وقت بسيط جدا قدروا يعملوا الوحده ويحطوا المصيده بهذه السرعه الجميله اللي هتخلينا ان احنا 2028 سوف تصل هذه المحطة إلى انتهاء الأعمال بها. هم برضو وعدونا قبل كده روسيا بأنهم عملوا السد العالي وحمى مصر من دمار الفيضانات، فبرضو هم هيحمونا إن شاء الله من ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري بهذه المحطة. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور مدحت سلامة أستاذ الطاقة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على وجود حضرتك معنا.
وزارة الثقافة والمجلس القومي للطفولة بيطلقان مسابقة بشعار مصر في عيون أطفالها. في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء إنسان، أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الثقافة متمثلة في المركز القومي لثقافة الطفل مسابقة الأطفال للابتكار والتصميم تحت شعار مصر في عيون أطفالها لاستكشاف رؤية الأطفال لوطنهم وحقوقهم وكيف يعبرون عن حبهم لمصر. أوضحت الدكتورة صحر الصنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تم إطلاق هذه المسابقة لتصميم وابتكار شعار جديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة وتصميم شخصية كرتونية لطفل وطفلة يمثلان حماية ونجدة الطفل المتمثل في خط نجدة الطفل 16000 أو 1-6-3-0. مسابقة يعني محترمة جدا، والحقيقة أنه أكيد الأطفال يطلعوا منها إبداعات كتيرة جدا، وشيء جميل أنه يبقى هم اللي هيعملوا الشعار بتاع المجلس القومي للأمومة والطفولة ويصمموا الشخصية الطفل والطفلة اللي يمثلوا نجدة الطفل. ده موضوع مشجع جدا للأطفال علشان فعلا تطلع إبداعاتها وفعلا يعني يحقق فكرة البداية الجديدة لبناء الإنسان. طيب خلوني أروح مع حضراتكم لصورة وتعليق. خلال من يومين كده شفنا حفل تخرج الدفعة الجديدة من الكليات العسكرية، كان في الأكاديمية العسكرية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وشفنا كده طيارات جميلة وهي عمالة ترسم علم مصر وهي طايرة. دي الطيارات RV-14. الطيارات دي 100% تم تجميعها بأيادي مصرية. الطيارات دي فخر مجهود رجال القوات المسلحة المصرية على مدار 3 سنين، قدروا ان هم يجمعوا هذه الطيارات واللي شفناها في هذا العرض العسكري. وده في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتوطين صناعة الطيارات، بتوطين الصناعات العسكرية، بتوطين صناعات الأسلحة. وشفنا قبل كده في معارض إيدكس على مدار السنوات اللي فاتت النماذج كتيرة من الأسلحة والصناعات العسكرية المصرية اللي موجودة، واللي موجودة بتنافسوا على كفاءة تساوي كتير من الأسلحة والصناعات العسكرية اللي بتبقى موجودة في المعرض. ومصر هدفها تفتح من ده مش بس احتياجاتها، لكن تفتح سوق أفريقي، سوق إقليمي، وسوق أوروبي أيضا. عندنا يمكن أكتر أو تقريبا 16 مصنع للصناعات الحربية اللي بيصنع أسلحة في مصر. خلوني أقول لحضراتكم نماذج من هذه الأسلحة على سبيل المثال لا الحصر. الرشاش المتعدد المصري اللي بيقارنوه برشاش شركة FN البلجيكية الأشهر في العالم، 100% بأيادي مصرية. العربات الصلبة المدرعة اللي فيها خصائص تقي الأفراد من المواد المتفجرة. الطائرة بدون طيار كاملة الصنع بأيادي مصرية اللي بتقدر تسلط على الهدف بكل دقة. أجهزة تأمين الحدود والرؤية الليلية والنهارية. الأسلحة الصغيرة والذخائر المتفوقة زي ذخائر الأعماق المضادة للغواصات. صناعات كتيرة، ده طبعا على سبيل المثال للحصر، صناعات كتيرة بتطلبها دول كتيرة، ده على سبيل المثال. احنا بنصنع لينا وعشان نقدر ان احنا نصدر. كمان مصر بتنوع في مصادر السلاح من بداية فترة حكم الرئيس السيسي، وفي تنويع في مصادر السلاح ما بناخدش من مكان واحد، بالإضافة لتنويع في التدريبات المشتركة. بنشوف على مدار السنين اللي فاتت تدريبات ثنائية أو ثلاثية مشتركة مع دول كتيرة جدا ومتعددة، ومنها دول ما كانش بيبقى فيه بيننا وبينها تدريبات مشتركة. جندي المصري، المقاتل المصري متدرب على أعلى درجات التدريب. كل ده بقى يتضاف أو يتحط جنب عقيدة المقاتل المصري. المقاتل المصري أو الجندي المصري في الجيش ما هوش موظف، ما هيش مهنة، ما هيش مهمة بيقوم بيها، دي حياة، ده إيمانه، النصر أو الشهادة، دي العقيدة اللي هو عايش بيها. وبالتالي المقاتل المصري غير أي مقاتل في أي دولة من دول العالم.
في ذكرى أكتوبر السنة اللي فاتت كلمت حضراتكم عن الأغنية الجميلة اللي كتبها أحمد شفيق كامل وغناها عبد الحليم من ألحان كامل الطويل اللي هي خلي السلاح صاحي، وقلت لحضراتكم مصر دايما سلاحها صاحي. وقبلها السنة اللي قبلها كلمت حضراتكم عن الفيلم الجميل رصاصة لا تزال في جيبي، وقلت لحضراتكم مصر دايما رصاصة في جيبها، سواء كانت الرصاصة دي التسليح تدريب أو إنجاز وبناء وتطوير. فخلينا دايما فاكرين أنه الرصاصة هتفضل في جيب مصر والسلاح في مصر هيفضل دايما صاحي. والرسائل كانت واضحة في الاحتفالية دي، رسائل بتقول للداخل اطمن وبتقول للخارج ما تطمنش، اوعى تطمن. مصر دولة مسالمة لكن دايما مستعدة، دولة لا تغور على أحد لكن دايما مستعدة، لا تخرق السلام مع أحد لكن دايما مستعدة، حكيمة ومستعدة، قوية ومستعدة. وجزء من حكمتها ومسالمتها وإدارتها سببه الأساسي في أنها دايما مستعدة، علشان كده دايما مصر سلاحها صاحي، ودايما مصر رصاصة لا تزال في جيبها، ودايما جيش مصر هو الظهر والسند. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وإحنا في رحاب إنجازات حرب أكتوبر متمتعين. أشوف حضراتكم بعد الفاصل، هيكون عندنا في إطار الحلقة الاحتفالية بذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، هيكون معانا اللواء أركان حرب فؤاد فيود، أحد أبطال حرب أكتوبر. الحقيقة اللواء أركان حرب فؤاد فيود كمية حاجات كتيرة جدا، أنواط وميداليات وماجستيرات وشهادات، لكن فيما أظن أن أعظم لقب هو يسعد به أنه بطل من أبطال حرب أكتوبر. هنتكلم عن دوره كان في الحرب وذكريات الحرب وحاجات كتيرة عن حرب أكتوبر، عشان الأجيال اللي ما عاشتش النصر تشوف إيه هو نصر أكتوبر وقيمته، خصوصا لما تقارنه بالوضع اللي احنا فيه دلوقتي. هيكون معانا فقرة تانية مع الأستاذ الكاتب الصحفي شريف عارف، أستاذ شريف محرر عسكري قديم وعنده كتاب جميل جدا اسمه عبقرية أكتوبر، مجمع فيه صور نادرة مش موجودة في أي مكان، كان بيجمعها على مدار سنين عمله في لقاءاته مع القادة والمحاربين عن حرب أكتوبر، يحوي قصص كتيرة جدا جدا سواء إذا كانت عسكرية أو إنسانية. هنتكلم معاه عن ده في الفقرتين الحوار اللي هيكونوا بعد الفاصل مباشرة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وأولى فقراتنا الحوارية، وبيشرفنا وأنا بشرف أني أكون قاعدة في ضيافة لواء أركان حرب فؤاد فيود، أحد أبطال حرب أكتوبر. وزي ما قلت لحضراتكم وأنا بقدم الفقرة أنه أنواط كتيرة ودراسات كتيرة وماجستيرات كتيرة، لكن أظن فيما أظن أنه اللقب المحبب لقلبه دايما هيكون بطل من أبطال حرب أكتوبر. مساء الخير يا فندم، منورنا. يا أهلا وسهلا بكل شعب مصر، قادة وسياسيين وجيش وشرطة وكل شباب مصر وكل الشعب المصري. كل سنة حضرتك طيب، بمناسبة نصر أكتوبر وانت وكامل الصحة والسعادة وأسرتك الكريمة وكل الشعب المصري. خلينا أبدأ على طول بقى، سيادة اللواء، انت شاركت في الحرب، كنت ملازم أول صح؟ أيوة. بس بالتأكيد ده معناه انك كنت موجود وقت حرب الاستنزاف، وكنت موجود وقت حرب الاستنزاف. كنت في الجيش وقت حرب الاستنزاف. خلينا نبدأ من البداية دي، حرب الاستنزاف اللي الشعب رفض فيها الهزيمة واللي الجيش رفض فيها انه يستسلم، وابتدت مباشرة الاستعداد لحرب طويلة لحين حرب اكتوبر. تمام. الحقيقة فيما سمي بنكسة عام 1967، موشى ديان كان واقف على البر الثاني للقناة بيقول احنا مستنيين المصريين ييجوا يوقعوا وثيقة الاستسلام، وعنواننا معروف ما يتوهش 31 شارع الكوابل القدس. خلينا موشى ديان ينتظر كتير لغاية ما موتناه بحصرته بعد 73. البداية بتبتدي من هنا، دي نكسة أنا 1967. هي مش هزيمة، دي نكسة. لأن الهزيمة، مفهوم الهزيمة هي استسلام الجانب المنهزم.
لشروط الجانب المنتظر بلا قيد، المنتصر بلا قيد أو شرط. زي إيه؟ زي لما ألمانيا هتلر اتهزم وانتحر واتهزم، اتقسمت ألمانيا لدولتين، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، وكان بينهم سور برلين. طب واليابان أما انضربت بالقنبلة الذرية ما تعملش مفاعل نووي، ما تعملش مش عارف جيش قوي. إن لغاية النهاردة اليابان ما تصنعش القنبلة الذرية ولا ألمانيا تصنع، لأن اتفرضت عليهم الشروط دي. طب إحنا بقى هم فرضوا علينا شروط إطلاقا، لأن إحنا رفضنا الهزيمة. أهو الشعب المصري بقى هو البطل في الحكاية دي. أهو الشعب يقول لا. عبد الناصر بيقرر التنحي عن الحكم لأخيه وصديقه زكريا محي الدين، وبيتنازل عن الحكم وبيتحمل المسؤولية كاملة. بيقول أنا متحمل المسؤولية كاملة وحسبوني. يعني هنا الشعب صار في مظاهرات بقى، الشعب يقول لا. أو انتصر الشعب وعاد عبد الناصر، ولم نقل له كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وإنما قلنا له انطلقوا بنا لإعادة البناء واسترداد الأرض والكرامة، إنا معك مقاتلون. طيب تمام؟ نوصل للجبهة. هكمل سيادتك. وبدأ بقى الإيه الحرب الاستنزاف بعد 20 يوم. الحرب خلصت 10 يونيو. طب يوم 1 يوليو دارت معركة رأس العش. معركة رأس العش هي معركة عنيفة في رأس العش تستمر 7 ساعات. الخسائر فيها تدمير 3 دبابات للعدو و9 مدرعات و36 قتيل وجريح لإسرائيل. ولم تنجح الدبابات الإسرائيلية في اختراق رأس العش، لأن هي مدخل لبور فؤاد. يعني كانت واخدة كل سيناء على بور فؤاد اللي هي قدام بورسعيد. طيب يوم 21 أكتوبر سنة 67 إغراق المدمرة إيلات، وكان عليها كام طالب من الكلية البحرية. يعني دي كلها دارت في. طيب عندنا الشهيد عبد المنعم رياض، كانت المدفعية قصفت يوم 8 مارس قصفة شديدة جدا. هو تاني يوم طلع 9 مارس عشان يشوف الضرب، أصيب استشهد. يوم 40 بتاعه يعني 9 مارس 19 إبريل دخل إبراهيم الرفاعي ومعه رجاء عطية ومحي نوح على النقطة اللي ضربت الدانة دي، دبحوا 44 إسرائيلي ونسفوا المخازن وجابوا أسير إسرائيلي ورفعوا العلم المصري فوق الإيه النقطة اللي ضربت الشهيد عبد المنعم رياض. طيب يوم 30 يونيو في 32 يونيو، 30 يونيو السيسي و30 يونيو عيد قوات الدفاع الجوي. لأن إحنا قطعنا ذراع إسرائيل الطويلة، أسقطنا لهم أسبوع تساقط الطائرات الفانتوم. فده يوم عيد الدفاع الجوي يوم 30 يونيو سنة 70. بعد كده وقف إطلاق النار وبدأنا بقى نستعد الحرب أكتوبر 73. وحضرتك على الجبهة طول وقت حرب الاستنزاف، كنتوا حاسين كمقاتلين كضباط صغيرين، كنتوا حاسين هنحارب، السادات هيعلن فعلا الحرب، هنخش قريب مواجهة مع إسرائيل، كانت الحالة النفسية عاملة إزاي؟ هو في إعداد اقتصادي اشترك فيه عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، كانوا بيجيبوا إيراد ويخشوا، وإعداد اجتماعي كنا بنأهل الشعب إنه يستقبل اللي جم من السويس واللي جم من بورسعيد، وإعداد عسكري. أنا كنت بتدرب على العبور البرمائي في بحيرة قارون، واللي كان بيدربنا النقيب سامح سيف اليزل. طب وإعداد معنوي. الإعداد المعنوي ده بقى القساوسة والمشايخ أهلونا. يعني القساوسة بيقولونا إيه؟ أهو القساوسة بيقول إيه؟ مصر ذكرت في الإنجيل 700 مرة. أهو الأنبط وادرس أهو في استراليا. مصر ذكرت في الإنجيل 700 مرة. طيب هنا أما حرقوا كنيسة عشان يقوموا المصريين يهدموا في المساجد وبتاع، لا اللمبة طلع وقال إيه؟ وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. هيهدموا الكنائس هنصلي في الجوامع، هيهدموا الجوامع هنصلي إحنا وإخواتنا في الشارع. إذن الوحدة الوطنية موجودة. طيب هنا وفاة البابا شنودة الذي أرضعته مسلمات. يعني البابا شنودة ليه إخوات مسلمين من الرضاعة. طب أنا القائد بتاعي في حرب أكتوبر 73
كان فؤاد عزيز غالي يعني كان فؤاد عزيز غالي ومريس عزيز غالي اتنين اخوات ومامتهم قاعدة في البيت مستنية ولادها في الميدان. يعني الحرب دي لم تكن بتاعت مصريين، المصريين بشاملهم. طيب ليه بقى الإخوة والتعاون دي منذ فتح سيدنا عمرو بن العاص مصر وجه كان الأنبا بنيامين هربان من الاضطهاد الروماني من الكنيسة في الأسكندرية في الصعيد. فسيدنا عمرو العاص بعد جابه قال له اقعد في الكنيسة اعبد ربنا زي ما انت عايز، لكم دينكم ولي دين. طيب خليني اقف بقى عند دور حضرتك في المعركه. لانه حضرتك كنت ملازم اول، مجموعات اقتناص دبابات. ايه بقى حكايه مجموعات اقتناص الدبابات وايه الدور اللي قمت بيه في الحرب؟ انا ما اتخرجت من الكليه الحربيه، كنت الاول على الكليه الحربيه مساعد الدفعه يعني. فيعني ضابط نشط وبتاع، والضابط النشط ده بيسمى السكوف في الكتيبه ضابط الامن بالإضافة إلى عمله كقائد فصيلة. وكنت بتدرب بقى أنا بمجموعات اقتناص الدبابات اللي هي هتتصيد الدبابات لو أي دبابات هجمت الوحدة. فكنت أتقن الاقتناص الدبابات ديت، كنت أنا موجود فين؟ في ناحية نفيشة. فالإسرائيليين لما حاولوا يخشوا الإسماعيلية عن طريق قرية أبو عطوة ده وقت الثغرة؟ ايوه في وقت الثغره لما عبروا ودخلوا على ابو عطوه ورايحين هيخشوا الاسماعيليه من على كوبري الجلاء، قابلهم ابراهيم الرفاعي دمر لهم 9 دبابات. وحتى كان في دبابات جبناها في ارض المعارض، كان محمد محي نوحي بيغني مدد مدد شد حيلك يا بلد. طيب هم بقى اما رجعوا عايزين يخشوا الاسماعيليه، وانت رايحه حضرتك من القاهره رايحه بورسعيد، فبتيجي كوبري علوي بترعه الاسماعيليه بتطلع عليه وبتنزلي تخش على وبعدين تخش شمال تطلع على بورسعيد. قبل الكوبري العلوي ده ترعه، الترعه دي اسمها ترعه المنايف. الاسرائيليين جايين من على ترعه المنايف عشان يخشوا الاسماعيليه من ورا، كنت انا مستنيهم بقى عند قريه عند ابن نفيشه كده. الدبابات جايه، فاول مركبه بيبقوا دافعين عناصر تامين، اول مركبه الام 113، فاشتبكت معاها. اما اشتبكت معاها بأطقم الاقتناص الدبابات اللي معايا نطوا منها ونزلوا، بس بتاع النص بوصه اللي كان فوق اتضرب بطلقه في كتفه، فهم عايزين ياخدوه ويرجعوا. انا فتحت عليهم نار، ففتحوا نزلوا بقى في الشجر وبتاع ورجعوا. يوم 22 اكتوبر حاولوا يخشوا السويس يوم 24 اكتوبر، قابلهم محافظ السلامه العيد القومي لمحافظه السلامه. طبعا يوم 24 اكتوبر. هم ليه بقى رجعوا؟ لان يمين الدبابه دي الترعه وشمالها شجر بقى زيتون ومانجا وبتاع 20 كيلو. مفيش عربيه ولا دبابه هتمشي في الشجر. فرجعوا. فانا يعني اقول لك ايه، البطل الذي منع العدو من دخول الاسماعيليه. انا بقى حضرتك ليك وجهه نظر في مساله الثغره انها ما كانتش يعني لا تحسب على مصر، بالعكس. بالظبط. ليه بقى؟ كلنا بقى وجهه النظر. بالظبط. لان احنا كان معمر القذافي بعت لنا طيارات ميراج، وهواري بومدين بعت لواء جزائري، وكان فيه جعفر نميري قائد كتيبه، وكان فيه الامير فهد الصباح السالم الصباح كان قائد كتيبه. فاحنا حصرنا القوات وكنا بدانا نجهز عشان هنهجم ونضوق وندمر. فكيسنجر وامريكا عرفوا. فجه جه هنري كيسنجر للسادات وقال له احنا عارفين انتك بتفكر في ايه، اللي هي الخطه شامل الخطه احنا عارفين انك انت بتفكر في ايه، ومش هنسمح لك انك تدمر السلاح الامريكي، بس احنا هنحل الموضوع. خلاص وقف بقى السادات وقال انا ما اقدرش احارب امريكا. فعملوا مباحثات الكيلو 101 ان هم ينسحبوا ويوصلوا خط الف وخط ب والمنطقه جيم ومش عارف ايه، ويبقى حجم قوات في المنطقه الف كذا دبابه وكذا فرد مقاتل، المنطقه ب يبقى فيها حرس الحدود، المنطقه جيم يبقى فيها شرطه مدنيه لغايه الحدود. وانتهت المعاهده بايه؟ بان احنا رجعنا سينا يوم 25 ابريل. الرئيس حسني مبارك بعد فتره رفع العلم على العريش، ويوم 19 مارس رفعنا العلم على طابة واستردينا سينا بالكامل. حضرتك شايف انه ده معناه انه يعني المعركة تحسب بنتائجها مش تحسب بما دار فيها؟ طبعا طبعا. هو كان مشهد كان بيقول احنا هزمنا المصريين، يعني
كسبناهم في ستة أيام. احنا حفظنا الرقم ستة بس بدل معركة الأيام الستة بقت حرب الساعات الستة. ساعات الستة. احنا يوم 6 أكتوبر يوم حصلت الضربة الجوية الأولى، حضرتك كنت فين وحسيت بإيه لما سمعت؟ أنا كنت ضابط أمن واستطلاع الكتيبة. فيوم 5 أكتوبر بالليل جات لنا إشارة من قيادة الجيش في الإسماعيلية، إحنا كنا بين القصاصين وأبو صوير متمركزين هناك، إن إحنا نروح نستلم تعليمات هامة وعاجلة. فوصلنا الساعة 12 بالليل لقيادة الجيش فلقينا مدينا ظرف جواب مختوم بالشمع الأحمر، مقفول بالشمع الأحمر، مكتوب عليه إيه من بره؟ سر للغاية، يفتح بواسطة القائد شخصيا الساعة 600 باكر. 600 باكر الساعة 6 الصبح ومقفول. فإحنا رجعنا ودينا الجواب، كان المرحوم جلال الحمامي. فالمهم الساعة 6 أما فتح الجواب لقى إيه؟ أفد عن أمام الاستعداد للقتال اعتبارا من الآن. يعني ادي تمام استعداد انك جاهز للقتال من الان، بس امتى ما قالوش. احنا عرفنا بقى ان احنا دخلنا القتال امتى اما لقينا الطيارات معديه من فوقينا وداخله. اللحظه دي كانت عامله ايه عندك؟ كانت في منتهى السعاده، الله اكبر. كان في واحد بقى من مصر الجديده، كان الله يرحمه عادل عطيه محمد، فكان بيرقص بقى الرقصة بسم الله غنية الله أكبر. طبعا دي فرحة أكيد. طبعاً. مشاعر يعني طبعاً. مشاعر لا مش يعني مش مصدق، مش مصدق أنه ما حصلش، بس مصدق من جمال اللحظة. يعني احنا كنا قاعدين يعني في منتهى، بس كان العقلية برضو الضباط كنا مدربين. كان في رائد اسمه سمير كان مدفعية، فهو اللي احنا ما كناش عرفنا ان هم عبروا من الصغر، لان احنا كنا عند كوبري عز الدين فما كناش شايفين. فلقى دانا نازله، فقال الله المدفع اللي بيضرب ده بيضرب من غرب القناه مش من شرق القناه. قلنا له ازاي؟ قال عشان اتجاه الدانا نازله كده، وما تجيش كده الا اذا كان المدفع اللي ضربها في الحته دي. عرفنا بقى ان في صغره. فبدانا نستعد بقى ونامن جنبنا اليمين. خليني برضو أعرف من حضرتك لحظات صعبة، يعني أكيد على مدار فترة وجود حضرتك في الحرب مرت لحظات صعبة، لحظات يعني تخوف، لحظات قرب يعني الاستشهاد. خليني أعرف من حضرتك اللحظات الصعبة اللي عديت بيها كبطل. أنا في معركة نفيشة كنت بأدير النيران، وكنت واقف ورا برميل مليان اللي هو بتاع السولار ده، بس كان مليان رمل. فمدحت الحداد زميل بيقول لي خلي بالك الضرب هيتنشن عليك، فانا ماسك نظاره الميدان ولابس الخوذه، ففي بيضرب بطريقه الاقتراب كده عشان يجي ينشن فيا. فما جه الطلقات في البرميل اللي مليان رمل ما اخترقهوش، بس جات لي طلقه في الخوذه، الخوذه حديده، انا اتقلبت على ظهري وبعدين واقف على باب الملجا وبأدير النيران. فمدحت الحداد داخل الملجأ، فنازل فتكعبل في السلك، فالتليفون وقع، فوطيت اجيب التليفون لقيت شظيه كانت معديه، لو انا كنت واقف كانت قسمتني. ده النصيب يعني، ده طبعا دي طبعا دي اراده. اذا جاء اجلهم. لا انا وانا لما نزلت يعني قبل التعبئه باربع ايام، فنزلت في البلد بقى الوالدي قال لي، قلت له يا حاج، قال لي، قلت له المره دي باين العمليه بجد. المرة دي ما احنا كانت سنة 70 كنا عملنا تحرك 71 فالمرة دي بجد يا حاج. قال لي بص يا ابني، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أنا عايزك بقى في الحرب لو كتب لك نعمة الشهادة ما تجليش بطلقه في ظهرك يعني وانت بتنسحب، تبقى الطلقه من قدام عشان افتخر بيه. ده والدك. شوف الاسر المصريه والشعب المصري كان بيتعامل ازاي مع ظباط. النصيحه دي اللي انقذتني ليه بقى؟ لاني انا عايز الطلقه تبقى قدامي، فلما كان يبتدي الاشتباك كنت اطلع لقدام. اتاري ان لما اطلع بالقدام بخش في منطقه التامين اللي هم عاملينها لقواتهم. فيعني النصيحه دي لو كنت رجعت لورا كنت انضربت. فأينما تكون يدركوا احرص على الموت توهب لك الحياة.
متهيألي يعني دي العقيدة اللي عند كل مقاتل مصري، كل جندي في الجيش المصري، اللي هي النصر أو الشهادة. ما عندوش يعني الجيش بالنسبة له ما هوش مهنة أو مهمة بيقوم بيها، دي حياته، دي الرسالة. كان في إعداد معنوي اللي عدنا معنويا الشيخ عبد الحليم محمود، قال لنا إيه؟ قال لنا أنتوا ولاد بلد عظيمة جدا، بلد ذكرت في القرآن الكريم في آيات صريحة في 5 آيات، وذكرت في أكثر من 28 آية ضمنية. ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين، ونادى فرعون في قومية قوم وليس لي الملك مصر اهبطوا فإن لكم مسألة، 5 آيات صريحة وأكثر من 28 آية ضمنية. ده في الإيه؟ في القرآن. وفي الإنجيل ذكرت 700 مرة في الإنجيل. طيب، وقال لنا ربنا، هل ربنا تجلى على جبل عرفات ولا على الكعبة؟ لا، ده تجلى عندنا على أرض سينا على جبل موسى. ربنا لما كان بيكلم سيدنا رسول الله في مكة كان بيكلمه عن طريق سيدنا جبريل. لا، ده احنا كلمه مباشر عندنا سيدنا موسى عند شجرة العليقة في دير سانت كاترين، إلقي بعصاك يا موسى فإذا هي حياة تسعى. يعني وقال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هتفتح عليكم بلدا يدعى فيها القراط فاتخذوا منها جندا كثيفا. ليه يا رسول الله؟ لأنهم خير أجناد الأرض وهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. يعني إحنا هنفضل نحارب لغاية ما القيامة تقوم. فالإعداد المعنوي ده بقى كان بيخلينا يعني إحنا جالنا فتوى إن إحنا نفطر. لا، أنا ما فطرتش. ليه؟ عشان أخش الجنة مش من باب الشهداء وبس، ومن بصة مين كمان. فيعني كان إعداد معنوي رهيب. خليني قبل ما للأسف وقتي بيخلص أخذ من حضرتك كلمة للأجيال الجديدة. مشغولة جدا أنا بالأجيال الجديدة، اللي كل ما بنبعد عن حرب أكتوبر شوية بتبعد الرؤية بتاعتهم عن قيمة حرب أكتوبر وقيمة نصر أكتوبر واللي حققوا نصر أكتوبر لمصر وبيحققوا لحد اللحظة اللي احنا فيها. فكلمة للأجيال الجديدة اللي ما تعرفش كتير عن نصر أكتوبر. أنا بقول للأجيال الجديدة، عايز تعرف أنت مين؟ انظر حولك. السودان متمزع، حرب بين الشمال والجنوب، حمدتي والبرهان. ليبيا متمزعة شرق وغرب. اليمن متمزعة، الحوثيين ومش عارف مين. غزة متمزعة. اللي واقف على حيله مين؟ مصر. فمصر مش هتقف على حيلها إلا إذا كانت قوية، والقوة تأتي ليس بالعضلات ولا بالفتوانة وإنما بالعلم. العلم هو طيب. دلوقتي هي إسرائيل بتلعب على الكل، لكن تيجي عند ممر فيلادلفيا ووقف، لأن أنت لو وقفت هنجيب قلنا من بداية إنه خط أحمر، طبعا هنجيب رقبتك. وهم عارفين إن هم لو قدموا خطوة هتتقطع رجليهم. فعلشان كده بقول لشباب مصر، القوة مش في العضلات، في العلم وفي الاجتهاد وفي العدم الانسياق وراء الإشاعات. هم لما بيحبوا يخربوا بلد بيعملوا بالخيانة، بالخيانة يخلوها تتفتت من الداخل ويخشوا. هم مش في 25 يناير كانوا عاملين الإخوان ومش الإخوان ثورة داخلية؟ لا. فبقول للشباب احرص على مصر من خلالك، تزويدك العلمي ولياقتك البدنية وذكائك الفطري ومذاكرة التاريخ. ياريت يعرف تاريخ بلده وتاريخ الحرب. أنا بشكر حضرتك جدا وتشرفت جدا جدا بأن أنا النهاردة كنت في جلسة مع بطل من أبطال أكتوبر حقق كل الانتصارات دي. الله يخليك. ودايما دايما يعني فخورين بحضرتك وفخورين بكل أبطالنا أبطال أكتوبر اللي إحنا عايشين في أمان دلوقتي بسبب اللي قاموا بيه هم وشهدائنا طبعا. تمام. اللي دفعوا دمهم. كل سنة حضرتك طيب. أنا قبطي مسلم وحضرتك قبطي مسيحية. قبطي يعني مصري. طبعا. وأنا مقدس لأن أنا حطيت إيدي على الحجر اللي كان سيدنا عيسى قاعد عليه في دير المحرق. فكبير القساوسة بقول له حطيت إيدي، قال لي أنت كده بقيت المقدس. قلت له رمز الوحدة الوطنية، المقدس الحج فؤاد. والجيش خير دليل على الكلام ده. يعني يعني الدم سال، ما حدش كان عارف. كان القائد بتاعنا فؤاد عزيز غالي. كل سنة وحضرتك طيب، ويعني متمتع كده بكامل الصحة، وكل سنة نحتفل مع حضرتك. أنا اللي سعيد بإتاحة هذه الفرصة ليا، لأن أنا الحقيقة يعني أنا جيت هنا مرة قبل كده بس من فترة طويلة. فكانت فرصة، فكنت سعيد النهاردة أن أنا كنت أشكرك معك. أشكرك. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب. مشاهدينا فاصل قصير وهيكون معنا فقرة حوارية أخرى مع الكاتب الصحفي شريف عارف.
رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وبنسعد أن يكون في ضيافتنا الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. أستاذ شريف محرر عسكري لسنوات طويلة، وقرر أنه يجمع ثروة ضخمة جدا من الصور النادرة اللي مش موجودة في أي حتة عن حرب أكتوبر، ويوثقها في كتاب كبير اسمه عبقرية أكتوبر. النهاردة هو في ضيافتنا، وبنحتفل معاه بالذكرى 51 لنصر أكتوبر. مساء الخير يا فندم. أهلا بك يا شهادة هانم، كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر دايما من نصر إلى نصر بإذن الله. أمين يا رب دايما. أستاذ شريف، خليني أدخل في الموضوع على طول. خلي إيه السبب أنك عايز تجمع هذه الصور النادرة في كتاب وتسميه، ليه سميته عبقرية أكتوبر، وقعدت تاخد وقت قد إيه في تجميع ده والتحليل والتحقق من الصور، وأخد إيه واسيب إيه وارتب إزاي؟ يعني خد منك وقت قد إيه؟ بس هو ده سؤال، ده عدد أسئلة، ده الموضوع كله. العملية ببساطة، أنا عملت لسنوات طويلة وتشرفت بالعمل كمحرر عسكري، وللأمانة مهنيا هذه الفترة أفادتني إفادة كبيرة جدا، لأني تقابلت مع عدد كبير قوي من القادة العسكريين، وده طبعا من سنوات يعني ليست بالقصيرة يعني، إنما تشرفت أن أنا قابلت المشير الجامسي، تشرفت بالحوار مع الفريق عبد المنعم خليل، فريق عبد المنعم مواصل، يعني قادة الحرب نفسهم أنا أجريت حوارات معهم. فكنت في التوقيت ده طبعا ما كانش في حاجه بقى اسمها سكانر فكنا بنعتمد كل حاجه على التصوير الفوتوغرافي، فكنت بجيب المصور واحنا بنجري الحوار، وانا بجمع، وانا مش عارف انا بجمع ليه، انا بجمع من حبي للموضوع. فكنت استاذن اي ضيف ان بعد ما نخلص اللقاء اقول له ممكن اصور الالبوم بتاع حضرتك. وبعد سنوات طويله انا ليا كتابين صدروا عن حرب اكتوبر، هو يوميات على خط النار، والكتاب الثاني مقاتلون وجواسيس، ودي مذكرات اللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربيه. مدير المخابرات الحربيه وقتها. انما انا حبيت في قبل مرور 50 سنة بسنتين ان انا اعمل حاجه مختلفه. طب قلت طب هذه الثروه الكبيره من الذاكره الفوتوغرافيه اعمل بها ايه؟ فقلت ان انا لازم على اليوبيل الذهبي اجهز حاجه مختلفه. فبدات احقق في الصور دي، وكانت مهمه شاقه لابعد الحدود. لان هي القضيه مش قضيه صور وخلاص، لا، انك تحققي مين اللي واقف على اليمين ومين اللي واقف على الشمال، وايه الستوري وايه السياق الزمني بتاع الصوره دي، يعني ايه الحكايه بتاعتها، يعني مش قضيه ان انا اقول مين واقف ومين اللي في الصوره ولا ايه تاريخها، لا، ايه السياق الزمني بتاعها اللي دار او الاحداث، ايه الحدوته، ايه قصتها. تمام. وفي الوقت ده كنت الله يرحمه الاستاذ ياسر رزق. ما كنت هقول لك اكيد ده عدى سنين طويله، لانه استاذ ياسر والله يعني وهو الله يرحمه ويحسن اليه وهو في دار الحق، يعني احنا اتكلمنا لفتره طويله عن فكرة الاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر. وكان في يعني ملامح مشروع بيننا وبين بعض هنعمله. فكتب أكتر من مقدمة عن حرب أكتوبر. أنا اخترت منهم المقدمة دي واحتفظت بيها. وحتى أنا في الوقت ده قال لي تفتكر إن أنا هعيش لغاية اليوبيل الذهبي؟ فقلت له الأعمار بيد الله يعني. فطبعا اعتبرت ان المقدمة دي امانة امانة مهنية قبل ان تكون امانة طبعاً امانة وطنية طبعا. وحقيقة يعني شيء مبدع قوي، لانه كتب مقدمة ملهاش حل. ابرزها شيء مهم جدا، انه لولا حرب اكتوبر ما كنا نتحدث عن مشروعات قومية عملاقة او جمهورية جديدة. انه لولا حرب اكتوبر لظلت سيناء مأسورة، ولظل أهالي مدن القناة في تهجير إلى يومنا هذا. وبالمناسبة أنا واحد من أهالي مدن القناة، أنا من بورسعيد أساسا، بالمناسبة ياسر كان من الإسماعيلية. وأهالي مدن القناة على وجه التحديد يعرف يعني إيه حرب، ده اللي كنت بقوله في مقدمة الحلقة، إن دول اللي حسوا بالحرب، ودول اللي فاهمين معنى النصر، دول خط المواجهة الأول، دول المواجهة الحقيقية يعني. بالمناسبة هم اللي شافوا تفاصيل الحرب.
فمن هنا بدأت أشتغل على هذا المشروع. هناك سبب بقى سياسي وهو أهم لا يقل أهمية عن كل ده، وهو أن أنا في رأيي أن مصر تتعرض إلى حرب لضرب الهوية الوطنية المصرية. أكيد طبعا طبعا، وعندنا أجيال ما تعرفش أي حاجة لا ده عن تاريخ بلدها ولا أبسطها عن حرب أكتوبر أقربها. تدمير ممنهج بالمناسبة. في حاجة في التاريخ اسمها التاريخ الموازي، انك تصنعي تاريخ موازيا للتاريخ الحقيقي ولح بيه فالناس تصدق، وهو تاريخ مزيف طبعا، ولكن فيه بعض التماس البسيط من الحقيقة عشان طبعا يقدر يسبك الموضوع كويس او يحبكها دراميا صح، انه يخلي فيه نوع من المصداقية فيه. ولكن كل الرسائل التي يريد توصلها بيتم دسها في التاريخ الموازي، ودي مشكلة خطيرة جدا. في رأيي كمان أن فكرة الاحتلال لم تعد بالجيوش طبعا، النهاردة فكرة الاحتلال هي في السيطرة على العقول. فكرة الاحتلال في تغيير الصور الذهنية، يعني إزاي أشوه صورة حد، إزاي أدمر وطن، إزاي أدمر وحدته الوطنية، تمسكه الداخلي، كل دي أهداف. طبعا الناس اللي بتتلقى هذا الكلام يعني مش واخده بالها، هو مجرد ماسك الموبايل بتاعه وعمل لو هي يحرك. سوء يعني القسوة اللي جاية في ده انه السوشيال ميديا الناس بتشير وبلا وعي وبلا تفكير من غير ما لحظة تقف قدام انا بشير ايه وليه. ده في حد ذاته محتاج الى قراءة متأنية. طبعا ليه؟ اولا قراءة متأنية كقراءة قومية، كبعد أمن قومي، لأننا أمام قضية خطيرة جدا. من ليس موجودا على النيو ميديا هو مش موجود على الدنيا طبعا، ولازم نعترف ده. وبالتالي أنا في رأيي أن المواجهة الحقيقية على النيو ميديا، أعتقديري لكل وسائل الإعلام وأنا صحفي وأنا إعلامي، بس المواجهة الحقيقية فعلا والحرب الكبرى على النيو ميديا، لأن السيطرة الحقيقية للعقول بتأتي من النيو ميديا، من الشورت اللي حضرتك بتاخديه مثلا في 60 ثانية أو 120 ثانية أو 180 ثانية. ده ممكن يغير في حاجات كتيرة. ليه؟ الناس ما عندهاش قدرة على القراءة حتى. عشان كده كان ميزة هذا الكتاب عبقرية أكتوبر إنه صور كثيرة وصور بأسلوب حضرتك الأدبي الراقي، يعني شارح ما مضمون هذه الصور أو ما فيها، فالذاكرة البصرية بتفضل أبقى بكتير. حضرتك قلتي عنوان هو صلب الموضوع، إن احنا بنعتمد على حاجة اسمها الذاكرة البصرية، وتحديدا أنا متخصص في الذاكرة الفوتوغرافية. يعني أنا حضرتك أنا ليا بمناسبة مئوية ثورة 19 اللي هي مجلد اسمه الثورة الأم، بنفس مجلد أكتوبر بالظبط. أنا مؤمن بأن لازم نعمل حاجة، مركز أو مشروع أي مشروع ما يكون قومي طبعا، أي ما يكون هذا المشروع هو للذاكرة الفوتوغرافية المصرية، ده يحفظ تاريخ مصر كاملا، الحركة الوطنية المصرية طبعا. وهو بالمناسبة ليس أرشيف مصور، في فرق كبير طبعا طبعا. بتتحدثي في صور مهمة يعني مملوكة للعائلات، مملوكة للشخصيات العامة، وفي نفس الوقت هي مش موجودة في الأرشيفات الوطنية، وبالتالي ده جزء من تاريخ مصر. يعني الألبومات اللي أنا بتكلم مع حضرتك عليها دي، أنا لولا خدت منها نسخ من القادة العظام دول طبعا ما كناش هنعرف، هيبقى في عبقرية أكتوبر، مش هنعرف طب أنا عايز أقف قدام بعض الصور وبعض اللقاءات، مش أنا طماعة شوية يعني خليني أقف عند بعض الصور. الصور في الكتاب الحقيقة ملفتة، زي صورة عساف والمشير أحمد إسماعيل هو بي أو صورة مشير ديان، وفي كانت لحظة كل واحدة منهم عملية زي ما قلت لحضرتك إن في صور بتمثل محطات مهمة في تاريخ الحركة الوطنية، وأنا بعتبر إن حرب أكتوبر هي جزء رئيسي من الحركة الوطنية المصرية، هي النقلة المهمة. وهنا أنا بتوقف أمام مقولة الأستاذ نجيب محفوظ، فكان بيقول أن حرب أكتوبر ثورة
وليست معركة. حضرتك كتبت ده في بداية الكتاب. ده حقيقة. حضرتك إنها ثورة مش مجرد معركة. ده حقيقة. ليه؟ مش أنا اللي كتبها، ده لسان الأستاذ نجيب محفوظ. بس حبيت أورد ده ليه؟ لأنه بيقول لك أن حرب أكتوبر هي وثبة روحية. يعني إحنا قفزنا لقدام وثبة. وثبة كبيرة للأمة. لأنك لما تيجي تقيسي الشكل العسكري هتلاقي ان احنا كل المقاييس تقول ان احنا ما نقدرش نحارب اسرائيل. مش ان احنا نعبر، ان احنا نقدرش نحارب، مجرد ان نواجه اسرائيل ده شيء صعب. الاصرار على فكرة مواجهة التحديات، ودي بالمناسبة حاجة في صلب الشخصية والوجدان المصري. الشعب المصري مواجه للأزمات ومواجه للتحديات، بل بالعكس انه صاحب ابداعات في ذلك. فاحنا يعني في الصور ديت انا شايف فيه محطات مهمة، وانا اتوقف مثلا زي ما حضرتك تفضلت وذكرت من شوية، مثلا صورة نادرة جدا التقطت لعساف ياجوري والمشير احمد اسماعيل علي بيستقبله. وفي الصورة دي بيقف المشير احمد اسماعيل بعظمة القائد المنتصر أمام الأسير المهزوم. وهي صورة من الصور البديعة جدا، يعني نتوقف أمامها بكل إجلال واحترام. وأيضا هناك عدة صور مهمة جدا، صورة البابا شنودة على الجبهة برضو، دي صورة برضو كانت جميلة. أنا لما بدأت أحقق في الجزئية دي وجدت أن البابا شنودة الله يرحمه كان بيحرص على زيارة شهرية للجبهة. وهناك من لا يعلم أن البابا شنودة في الأصل هو ضابط بالقوات المسلحة، كان ضابطا بالقوات المسلحة قبل الاتجاه إلى الرهبانة. والشيء الخطير في هذه الصورة أن البابا شنودة بيمسك بنظارة الميدان وهو واقف على خط المواجهة وبيتفحص بالنظارة التحصينات الإسرائيلية. الصورة دي التقطت بعد حرب الاستنزاف، ويعني كان واقف جنبه اللواء عبد المنعم واصل الفريق فيما بعد، وكان قائد الجيش الثالث الميداني. لما تيجي تشوفي ايه حكمة زيارة البابا شنودة للجبهة، ايه حكمة ان الدكتور عبد الحليم محمود الله يرحمه يزور الجبهة، شيخ الازهر ده كانوا حتى بياخدوا القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل معاهم عشان يقرأ للجنود. دي هنا شيء مهم جدا، لأن الشخصية المصرية هي شخصية متدينة بطبعها، والدين هو مكون رئيسي من الشخصية المصرية. وهي شخصية متدينة بمسلميها وأقباطها، وبالتالي الدين له تأثير كبير، وخصوصا في معارك المواجهة في القتال له تأثير كبير، بيرفع من بشكل كبير جدا. أن من المواجهة هي روح الجهاد، طبعا الجهاد للمسلمين والأقباط هي روح الجهاد. فأنا اشتغلت على شوية حاجات، وساعدت أن أنا اكتشفت حاجة مهمة جدا، دور للمرأة المصرية. وتوقفت أمام فكرة أم الأبطال السيدة جاني، سيدة جاني السادات. طبعا. وفي أثناء ما أنا بحقق في الموضوع ده اكتشفت مجموعة من الصور غاية في الروعة. السيدة جاني السادات لها دور مهم جدا كمرأة مصرية قبل أن تكون حرم الرئيس، لها دور مهم جدا. وحتى يعني وأنا بحقق اكتشفت أن هي كان لها موقف طريف جدا. السيد كمال حسن علي فريق أول كمال حسن علي وزير الحربية الأسبق، وزير الدفاع هو أول وزير دفاع بالمناسبة بعد تغيير مسمى وزارة الحربية. في سنة 67 كان أصيب واتنقل إلى مستشفى المعادي. والسيد كمال حسن علي ذاكر الحكاية دي في مذكراته. فجت السيدة جهان السادات من ضمن فريق جمعية الهلال الأحمر عشان تزوره، وهي بتزوره قال لها سلمي على السيد أنور السادات وقولي له لو فاضي أنا عايز أشوفه.
هنا السيد كمال حسن علي مصاب وفي المستشفى. نقلت الرسالة تاني يوم كان رئيس السادات عنده. الكلام ده في يونيو 67. كان السيد أنور السادات لم يكن رئيسا للجمهورية. حصل في هذا اللقاء موقف غريب جدا. قعد شرح له كمال حسن علي إيه اللي حصل لنا، وتأكد أن الجيش المصري لم يحارب. وبالتالي اتخذ أنور السادات وهو لم يكن رئيسا للجمهورية اتخذ قرار الحرب منذ هذه اللحظة. قال له احنا ما فيش قدامنا غير الحرب. هنا لا بقى رئيس جمهورية ولا واجه مراكز القوة ولا عمل ثورة التصحيح ولا 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 لغاية سنة 73. إذن فكرة الحرب هي فكرة قائمة، ولكن العبقرية تكمن في إيه؟ ودي عبقرية مصر بالمناسبة. عشان كده أنا بفضل كلمة عبقرية أكتوبر. كنت لسه هسألك شايف إيه يعني ما العبقرية، ما هي السمة العبقرية اللي سلسلة من العبقريات يا أستاذ شايف. سلسلة مش عبقرية واحدة. يعني لما تشوفي باقي زكي يوسف بفكرة الخراطيم طبعاً دي عبقرية. أما تشوفي إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع إنها توصل إنها مش تتغلب على إسرائيل ولا تخدع إسرائيل. هنري كيسنجر بيقول لك لم يخبرنا أي من عملائنا أو الدول الصديقة أن هناك نية للحرب من جانب مصر. يبقى أنا هنا أنا مش بلعب مع إسرائيل، أنا بلعب مع الأمريكان شخصيا. وبالتالي حينما نصل إلى هذا المستوى العالي والمتقدم من الحرفية، إنك بتقولي رئيس الجمهورية بيقول في خطاب معلن إن الجيش المصري هيعدي قناة السويس، وفي نفس الوقت بيوصل رسالة إلى إسرائيل إنه مش هيعمل ده، جنود في أجازة إمكاناته لا يمكن بأي حال من أحوال أن تمكنه من عبور القناة. إذن دي درجة عالية من الحرفية لا يصنعها إلا المصريون. خليني أقف عند بعض الأمور المهمة في حوارات حضرتك كمحرر عسكري. بالتأكيد حاورت الكثيرين، أكتر حوار حسيت أنه يعني اخترق قلبك كده، أنه هذا الحوار مختلف وخرجت منه بما هو مختلف. أشياء كثيرة جدا وحوارات مهمة جدا، إنما أنا ممكن أتوقف أمام اللي هو فؤاد نصار على وجه التحديد مدير المخابرات الحربية الأسبق، وأنا كنت سجلت مذكراته بالكامل واتنشرت في مقاتلون وجواسيس ونزلت ككتاب. يعني وقت المواجهة العسكرية إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ليها طبيعة خاصة، لأنها بتصبح الجهاز الأمني المباشر في تحركات القوات المسلحة. وده شيء صعب، وخلال هذه الفترة تم القبض على مجموعة كبيرة من الجواسيس، ومنها المهندس الشهير الذي أرسل معلومات عن قاعدة أبو سلطان، وكذلك هبة سليم اللي هو كان خطبها أو مجموعة عمليات وهي عمليات معلنة بالمناسبة. إنما تتوقفي أمام شيء مهم جدا في هذا التوقيت، المخابرات الحربية والاستطلاع كانت بتدير حاجتين مهمين قوي. تشكيل عسكري اسمه المجموعة 39 قتال، وهي مجموعة إبراهيم الرفاعي. وهذه المجموعة كانت بتاخد أمرها المباشر من المخابرات الحربية مش من القيادة العامة. دي عشان تبقى تحت سلطة التحرك السريع. تاني شيء، منظمة وكيان مهم جدا اسمه منظمة سيناء. ومنظمة سيناء دي أنا بعتبر إنها واحدة فصيل من الفصائل المهمة جدا، مش اللي عملتها المخابرات الحربية فقط ولا الجيش المصري، من الكيانات الوطنية المهمة في تاريخ مصر الحديث. ليه؟ لأنها شكلت من أبناء سيناء، وتم اكتساب مجموعة كبيرة منهم وتدريبهم على كيفية التعامل مع الوسائل اللاسلكية، وفي بعض الأحيان كانوا بيصنعوا حاجة فكرة خطيرة جدا اسمها فكرة الرادار البشري.
يعني كل 5 كيلو يبقى في واحد بيسلم المعلومة للتاني. ده كان ليها هدفين. الهدف الأول سرية المعلومة، الحفاظ عليها. نمرة 2 إنه يتفادى فكرة التنصت، يعني إن أي جهاز معادي يلتقط هذه المعلومة زي ما كانوا عاملين الشفرة النوبية في الحرب. دي حقيقة. ده يدللك مدى عبقرية المصريين. عشان كده أنا بقول لحضرتك إن أكتوبر هي السلسلة من العبقريات. ما نقدرش نقول عبقرية جهاز معين ولا إدارة معينة ولا 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 إلى آخره. حتى أدوات زي الإعلام كيف استخدمت في إعداد الدولة للحرب. يعني فكرة الضباط اللي طالعين العمرة، ده خبر كان رئيسي منشور 5 سنتي. خمسة سنتي يعني ده يدل، ما هو لو خبر كبير هيبقى هيلفت النظر، لكن ده يدل على عدم أهميته. بس خمسة سنتي اتنشر كل بيتابع هيعرف على الصفحة طبعًا الأولى لجريدة الأهرام. ده معناها أن فكرة أعداد الدولة للحرب هي فكرة مهمة جدا. إنما أنا أتوقف أمام تحدي رئيسي وهو قدرة الشعب المصري على المواجهة. الشعب المصري يكيف نفسه مع أي وضع، ودي عظمة الشعب المصري. لأن لو تحدثنا بقى عن العبقرية الحقيقية، العبقرية الحقيقية للشعب المصري نفسه، الناس وقدرتها على في ظهر الدولة، في ظهر الجيش. عايزة حضرتك تعرفي هذه العبقرية النهاردة، بصي على السوشيال ميديا كلها كلها بتتكلم عن أكتوبر. إذن الشعب المصري في التوقيت المناسب تظهر عبقرياته وينفجر وجدانه من الداخل، ووجدان جمعي الحقيقة، ووجدان جمعي بما هو مشحون. يعني احنا كلنا مشحونين واحنا قاعدين بالمناسبة، بس احنا ايه، ضغوط الحياة واختلاف المواقف وإلى آخره. ولكن في التوقيت المناسب أجمل شيء في الشعب المصري هو التوحد، الوحدة الواحدة. يعني احنا ما فيش عندنا قوميات، ما فيش عندنا عراق، ما فيش عندنا طوائف ولا قبليات ولا قبليات، وفي الآخر يبقى من الجنوب أو من الشمال ويقول لك أنا مصري. احنا حاجة واحدة بس، أنا مصري. إذن فكرة التوحد دي هي أهم نقطة يمكن أن يتلاقى عليها جموع المصريين. عندي أسئلة كتير بس وقتي قرب يخلص، خليني أسأل حضرتك سؤال الحقيقة ملح جدا في اللحظة اللي احنا فيها دي. اتفضلي. نصر أكتوبر، أنا كنت بقول في مقدمة الحلقة أنه أكتر سنة حسيت فيها بقيمة نصر أكتوبر، لأن أنا ما عشتهوش، بس من الإعلام ومن الأفلام عارفة قيمة النصر. بس أكتر سنة حسيت فيها بقيمة نصر أكتوبر السنة دي وسط ما نعيشه، وإحنا كده بقينا كأننا جزيرة أمنة الحمد لله وربنا يديمها، يعني حوالين كتل من النار. إزاي نقرأ نصر أكتوبر في ظل الظروف اللي حوالينا دي؟ قيمته إزاي هو جزء أساسي من أننا إلى الآن بهذه القوة؟ طيب أنا هتكلم مع حضرتك على نقطة واحدة يمكن الناس مش واخدة بالها منها. إحنا كنا بنواجه اتجاه استراتيجي واحد هو الاتجاه الشرقي، إسرائيل على وجه التحديد. مصر على مدى 10 سنوات ماضية بتواجه تهديدات من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، وده ما حصلش بالمناسبة لا في تاريخ مصر الحديث ولا القديم. كان دايما الاتجاه بيبقى من يعني التهديد من اتجاه واحد. إذن الموقف هنا اختلف تماما. في قضية بعض القنوات المعادية والمعادية لمصر استغلت فكرة شراء مصر للسلاح وبناء القواعد، وبدأنا نتحدث طب الشعب المصري أولى بهذه الأموال، دينا عرفنا ليه، وأكل العيش ومش عارف إيه وإلى آخره. المهم يا جماعة، في نقطة مهمة جدا، القيادة السياسية ليست ملزمة بأنها تقدم تبريرات لذلك، لأنه في حاجات سرية المفترض أنها تقع. طبعا هناك خط للعمليات، ما هو يعني الناس مش يعني ما تتوقعش أن القيادة السياسية يطلع يقول أنا بعمل كذا عشان كذا، لا طبعا. لأن أنا مسؤول عن أمنك دون أن تطلب مني أنت الأمن. ومن غير ما حطك في حالة قلق كمان. ولا حطك في حالة طبعا. اختبار نعمل كده ولا ما نعملش كده. يعني دي نقطة مهمة جدا يجب أن نستوعبها. النقطة الأهم وهي أن اللي احنا كنا بنتكلم فيه من لحظات، أن فكرة المعركة اختلفت تماما. فكرة تقدم الجيوش
دي فكرة خلصت. بدليل ان اكبر الجيوش في العالم دلوقتي بيعمل عمليات خاطفة. يعني فكرة الاحتلال والنزول واحتلال ده خلاص ده خلص من زمان. وبالتالي الفكرة الرئيسية هي احتلال العقول. او بمعنى اصح تغيير الصورة. تغيير طبعا تغيير الصورة الذهنية. انا للاسف وقتي خلص. ده انا يشرفني تحت امرك. انا استمتعت جدا بالحوار مع حضرتك واتمنى ان يكون لنا لقاء تاني نتكلم فيه بقى في النقطه دي لانها مهمه جدا، حكايه اللعب بالعقول وغسيل العقول لانها خطه يعني. اللعب بالعقول دي مخططات دوليه، ده موضوع كبير. نعمل لقاء تاني لو وقت حضرتك يسمح نتكلم فيه في هذا الملف. بشكر حضرتك على وجودك وبكرر التهنئه بالذكرى ال51 لنصر أكتوبر، وكل سنة وحضرتك وكل مصر ومصر كلها بخير يا رب. أشكرك. مشاهدينا كالعادة الوقت معكم بيمر بسرعة والقعدة وسطكم ما تشبعش منها، لكن وقتنا خلص. بكرة حلقة جديدة وأنا أشوفكم الحد الجاي.